الجيش الإسرائيلي يهاجم مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية جنوب لبنان ويعتبرها ردا على هجوم طبرية. We have to talk about the war in Gaza, but don't forget what's happening in the West Bank. بوري يعلن أن 26 دولة في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة. الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينتين أمريكيتين في خليج عدن وغارة أمريكية بريطانية تستهدف الحوثيين غرب اليمن. في الانتخابات الأمريكية مرشحون مستقلون يهددون بقلب الموازين منعا من تكرار سيناريو ترامب. باي. أهلا بكم، هذه الساعة الإخبارية الثانية من العالم ليلة عبر العربية، ونبدأها من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. فقد أفادت مراسلة العربية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة الغازية في قضاء صيدا جنوب لبنان للمرة الأولى منذ بدء المواجهات. مصدر أمني لبناني تحدث عن إصابة 8 أشخاص جراء الغارتين. للمزيد من التفاصيل حول جغرافية هذه المنطقة المستهدفة في قضاء صيدا معنا في الاستوديو غسان أبو لوز يطلعنا على خصوصية هذه المنطقة. إذن غسان. شكرا طاهر. إذن عمليات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل تتواصل وفي مديات مختلفة، كما أفادت مراسلتنا قبل قليل بأن هناك غارتان على هذه البلدة، بلدة الغازية في قضاء صيدا جنوبي لبنان، كما نشاهد على الخارطة أين موقعها. وكالة الأنباء اللبنانية قالت أن الغارة على البلدة استهدفت سيارة في هذه المنطقة، لكن الجيش الإسرائيلي في المقابل قال بأنه نفذ هجمات على مخازن أسلحة لحزب الله في هذه المنطقة ردا على هجوم مسيرة على طبرية. كما قال الجيش الإسرائيلي بأنه هاجم بنية تحتية لحزب الله في الغازية جنوب لبنان. مراسلتنا قالت في المقابل أن الغارات استهدفت مستودع للزيوت وآخر للمواد، مواد البناء في هذه المناطق، وأيضا أن هذه العمليات تنفذ في العمق اللبناني. وكما نشاهد بأن هذه البلدة تبعد عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية بنحو 60 كيلومتر، وهذه مديات بطبيعة الحال ليست أول مرة تنفذها القوات الإسرائيلية في هذا العمق، بل نفذت غارات وعمليات واستهداف لأشخاص وعمليات اغتيال في مديات مختلفة وفي العمق اللبناني. طاهر، هذا كل ما لدي وعودة إليك. شكرا لك غسان على هذه المعلومات، ونناقشها في الاستوديو أيضا مع رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح. أهلا بك معنا أستاذ رياض مرة جديدة. إذن خصوصية هذه المنطقة، كيف تختلف الضربات الإسرائيلية هذه المرة عن سابقاتها؟ نحن في الغازية، هي على مدخل مدينة صيدا، هي عاصمة محافظة الجنوب، هي تعتبر ثاني أطول مسافة عن الحدود اللبنانية. شهدنا الاختراق الإسرائيلي للعمق اللبناني سابقا وصل إلى الضاحية الجنوبية في بيروت. صيدا هي تأتي من بعد ذلك مباشرة، وبالتالي نحن نشهد اليوم مجددا اختراق إسرائيلي لقواعد الاشتباك القائمة منذ الأشهر الأربعة الماضية بين حزب الله وإسرائيل، والتي تحصر الاشتباكات في المنطقة الحدودية المباشرة في عمق 5 كيلومتر من كل جهة. اليوم نشاهد هذا الاختراق، وهو يأتي بعد الخطاب الأخير لأمين عام حزب الله، والذي رفع وتيرة التهديد من أنه سيكون دماء مقابل دماء، العمق مقابل عمق. الإسرائيلي يرد وكأنه غير مرتدع ومستعد للاستمرار في سياسة القصف في العمق،
وأخذ الأمور بشكل تصعيدي. هل هو غير مرتدع لأنه غير مرتدع بطبيعته فيما يريد من أهداف، أو لأن حزب الله لا يقرن حاليا تصريحاته بأفعاله على الأرض؟ هو غير مرتدع لأنه أولا يعتقد بناء على الإعلام الإسرائيلي، يعتقد أن إيران وحزب الله ليس بوارد توسيع الجبهة. ثانيا إسرائيل تسعى، الجيش الإسرائيلي يرفع رفع مستوى الردع واستعادة هيبة الردع بعد ما حصل في 7 من أكتوبر. وأيضا كما نعلم هناك بعض الجهات داخل حكومة الحرب الإسرائيلية تريد فتح الجبهة مع لبنان وإطالة أمد الحرب، وبالتالي هي تقوم بهذه العمليات النوعية، إما من ناحية عمق الاستهداف أو نوعية الاستهداف. شهدنا عمليات اغتيال لمجموعة من قيادات حزب الله وحتى القيادي في حماس، وبالتالي هي غير آبها بالتهديدات ويبدو أنها مستعدة للتصعيد للحد الأقصى. شكرا جزيلا لك أستاذ رياض قهوجي، مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح. شكرا. من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن إسرائيل استهدفت مخازن أسلحة لحزب الله في الغزي جنوب لبنان، وذلك ردا على هجوم طبرية. قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق أربع طرق رئيسة في الجبل في الجليل الأعلى والمناطق المتاخمة للحدود مع لبنان حتى إشعار آخر بعد تقييم الوضع الأمني. قمنا بالهجوم على أماكن تواجد عناصر حزب الله واستهدفنا مقاره ومخازن أسلحته في عدة مواقع ردا على استهداف طبرية. من بيروت الكاتب السياسي علي حمادي، أهلا وسهلا بك مرة جديدة أستاذ علي. هل هذا استمرار لما نحن عليه أو تصعيد ينذر بما هو أخطر؟ كيف تقرأ ضربة الغزية؟ مساء الخير. هو تصعيد متدرج وواضح بأنه هناك لعبة بوكر إذا جاز التعبير، وهناك رفع للرهانات وللمراهنات على هذه الطاولة، حيث هناك اللاعبان حزب الله وإسرائيل. فيما يتعلق بهذه الضربة، طبعا هي الثالثة، ربما هي أكثر من الثالثة، وهي تأتي بعد استهداف منطقة جدرة في شمال صيدا، الآن منطقة الغازية في جنوب صيدا، وقبلها طبعا كان استهداف العروري في قلب الضاحية الجنوبية، إنما كان هدفا فلسطينيا وليس هدفا تابعا لحزب الله. الآن نلاحظ بأن مدينة صيدا تتعرض ويبدو أنها محاطة، أصبحت بما يشبه الحزام الناري، يعني إلى الشمال وإلى الجنوب. وأيضا النبطية الأسبوع الماضي، حيث كانت هذه الضربة الدموية التي ذهب ضحيتها مدنيون أيضا، فيما حوالي 10 أشخاص بينهم مدنيين من الأطفال ومن النساء، وأيضا كان هناك هدف عسكري. لكن واضح بأن حزب الله حتى الآن ليس معنيا بتوسيع الحرب، إنه معني بالرد. حتى الآن اللبنانيون أو الرأي العام اللبناني ينتظر هذا الرد الدم مقابل الدم، حيث سقط 10 مدنيين في المرة السابقة، لم يأتي الرد من حزب الله. هل هذا بسبب مخافة أو خشية حزب الله من أن تتدحرج الأمور وأن تعطى ذرائع لإسرائيل لكي تذهب أبعد بكثير مما ذهبت إليه حتى الآن؟ ربما هذا هو السبب. لذلك يبدو أن حزب الله غير معني، وإيران طبعا غير معنية من خلف حزب الله، إنما الإسرائيليين معنيون برفع الرهان من أجل تغيير الواقع في منطقة الجنوب اللبناني. هذا على أقل تقدير. تعتقد بأن حرب غزة فعلا بانتهاء مفترض لها قريبا يمكن أن ينهي الوضع على الجنوب اللبناني دون أن يتغير، كما يقول حزب الله بأنه نهاية الحرب في غزة تعني نهاية تدخلنا، أو ليس بالضرورة، بمعنى أن الواقع يجب أن يختلف بالنسبة إن كان إلى لبنان، إلى حزب الله أو إلى إسرائيل، بغض النظر عما يجري في غزة؟ أستاذ طاهر، أنت تعرف تماما بأنه، وطبعا يعني وأنت
أدرى أيضا مني، أنت تعرف تماما أن التجهيزات العسكرية الإسرائيلية كان والتقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية كانت تشير بأن ما حصل طوفان الأقصى كان منتظرا من الشمال وليس من الجنوب، وكانت كل الاستعدادات وكل الخشية وكل الخطط الإسرائيلية تتحرك في هذا الاتجاه وتنظر إلى هذا الاتجاه، ولم يكن بالحسبان أما ما حصل في الجنوب سوف يحصل في غلاف غزة، حصل ذلك. الآن نحن حقيقة أمام واقع غريب، يعني حزب الله يقول أوقف القتال وفي غزة نوقف القتال في الشمال، إنما هذا شعار رفعه حزب الله، هل هو شعار حقيقي أم هو شعار فقط من أجل المناورة؟ إسرائيل تقول في المقابل، هناك عديد من المسؤولين الإسرائيليين ومنهم يوف جالانت قال قبل 3 أسابيع تقريبا أو 2 أسابيع تقريبا، قال في تصريح أنه حتى لو توقفت الحرب في غزة نحن سوف نستمر في القتال في الشمال من أجل إحلال الأمن والأمان للمستوطنين الإسرائيليين الذين ينبغي أن يعودوا إلى بيوتهم وأراضيهم. إذا نحن أمام واقع سيال ولا نعرف حقيقة كيف ستتدحرج الأمور، إنما إسرائيل ذاهبة نحو تصعيد وهذا أمر واضح، وهي تثبت يوما بعد يوم أنها ذاهبة نحو تصعيد، وحزب الله يريد أن يحافظ على قواعد اللعبة، لكن قواعد اللعبة قد تجاوزها الزمن وأصبحت من الماضي. وبينما كنت تتحدث نشاهد صورا مباشرة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية المتوترة والملتهبة على الأقل منذ 7 من أكتوبر في الفترة الأخيرة. شكرا جزيلا لك أستاذ علي حمادي الكاتب السياسي من بيروت، تحياتي إليك. ونتابع في رصد الموقف على الأرض ميدانيا، الآن نريد أن نعرف المزيد من المعلومات إذا كانت هناك أي معلومات جديدة من جنوب لبنان. معنا من الغزي مباشرة إذن غنوة يتيم مراسلة العربية، أهلا بك غنوة، أي معلومات جديدة؟ طاهر، يعني لا تزال فرق الطائرات سيارات الإطفاء تعمل على إطفاء الحريق، ولكن يبدو أنه يعني هناك سيطرة على هذا الحريق بحسب المحافظ الكرة هنا، بحسب ما أبلغنا به بأن هناك شبه سيطرة على هذا الحريق، ولكن لا تزال سيارات الإطفاء تعمل على إطفائه. نحن نقف في هذه النقطة طاهر، وهي مدينة صناعية، حيث استهدف اليوم معمل هناك مصنع للمولدات الكهربائية ويحتوي أيضا على زيوت، استهدف بهذه الغارة بصاروخين من طائرة حربية أدت إلى اشتعال النيران فيه والتي لا تزال مشتعلة حتى الآن. ولكن طاهر، اللافت بأن هذا المصنع أيضا يقع على مقربة قريب جدا من الطريق الدولية التي تربط صيدا بباقي الكرة الجنوبية، أي أن هذا الطريق عادة عند الساعة 5 بعد الظهر لدى وقوع هذا الاستهداف يكون يعج بالسيارات، بسيارات المواطنين العائدين من أعمالهم من بيروت إلى القرى الجنوبية القريبة من بيروت ومن ضواحي صيدا. منطقة الغزية هي المنطقة الأقرب التي استهدفت خلال الفترة الماضية، إذا كنا نتحدث عن القرى الجنوبية هي الأبعد عن الحدود، عن القرى الحدودية، ولكن الأقرب إلى بيروت هي تقع على بعد فقط 2 كيلومتر من صيدا وعلى بعد تقريبا حوالي 50 كيلومتر من القرى الحدودية. الإصابات يعني كان هناك اقتصرت فقط على جرحى، بينهم سوريين، عمال سوريين وفلسطينيين، ولكن أيضا كان يمكن لهذه الإصابات أن تكون أكبر بكثير لو وقع هذا الاستهداف في وقت آخر، حيث يكون هناك عدد أكبر من العمال. طبعا إسرائيل تقول بأنها استهدفت مصانع أسلحة لحزب الله، ولكن أهالي المنطقة هنا يؤكدون بأن هذه المعامل يملكها مدنيين، هي معمل كما ذكرت للمولدات ومعمل آخر للحديد، وكان صاحب أحد المعامل قد تحدث هنا قبل قليل إلى الإعلاميين وشرح بأنه أنشأ هذا المعمل قبل عام تقريبا. شكرا جزيلا على هذه الإحاطة غنوة يتيم مراسلة العربية من الغزي في جنوب لبنان، نعود إليك عند ورود أي جديد، ابقي بأمان، تحياتي إليك.
نشرت جريدة ليبراسيون الفرنسية تقريرا تزعم في خلاله أن مصر بدأت بالاستعداد لتدفق المدنيين الموجودين على حدودها هربا من هجوم إسرائيلي على رفح. وزير الخارجية المصري سامح شكري جدد تأكيده على أن مصر لا ترى بديلا سوى الوقف الفوري لإطلاق النار واتخاذ خطوات واضحة تجاه إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية. مع إصرار إسرائيل على شن هجوم ضد رفح، لم تجد مصر مفرا من الاستعداد لسيناريو تدفق المدنيين النازحين من رفح إلى سيناء حسب جريدة ليبراسيون الفرنسية. بعد الجدل الكبير الذي أثاره انتشار صور لأخمار صناعية ومقاطع فيديو تظهر تجريف قطعة أرض قرب الجانب المصري من معبر رفح مع قطاع غزة، أوردت الجريدة الفرنسية أن القاهرة تعمل على خطة طوارئ تشمل إنشاء مساحة مغلقة ب13 كيلومترا مربعا وبناء جدران بارتفاع 7 أمتار لإنشاء منطقة عازلة يلفها السياج بطول 10 كيلومترات ويمكن أن تستوعب نحو 100,000 شخص. حديث الجريدة الفرنسية نفاه اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري عندما أعاد التأكيد على رفض مصر لأي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح وأي أفكار أو إجراءات تدفع نحو تهجير المواطنين الفلسطينيين خارج قطاع غزة. كانت وكالة تي بي اس الإسرائيلية زعمت في ديسمبر الماضي دراسة مصر آلية لدخول اللاجئين الفلسطينيين إلى سيناء ثم توزيعهم على دول إفريقية أخرى، ومع تأكيد تل أبيب نيتها مهاجمة رفح حتى في حال تمت صفقة تعيد الأسرى، يبقى مصير نحو 700,000 فلسطيني موجودين في مخيمات مؤقتة في ممر فيلادلفي مجهولة، كما يوجد ما يقرب من 1,400,000 فلسطيني نازحين بين خان يونس ورفح، لا يزال مصيرهم مجهولا هم أيضا. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أهلا بك معنا دكتور على شاشة العربية. يعني ما الذي يمكن أن يقال في رد على هذه المعلومات التي أوردتها ليبراسيون؟ أهلا بك أستاذ طاهر وبالسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة أنه مقالات ليبراسيون لم تكن هي الأولى، سبقتها إليه وسائل إعلام أمريكية أخرى أول أمس، وكل منها فسر الأمور بطريقته. اعتمدوا جميعا على صور الأقمار الصناعية كما ذكرت منذ قليل. أحد هذه الاتجاهات كان أن مصر تبني سورا عازلا إضافيا بينها وبين قطاع غزة، وكان الأغلب في التفسير الثاني هو ما ذكره ليبراسيون أن مصر تعد لمعسكرات لإقامة الفلسطينيين. حقيقة الأمر أن الأمرين لا وجود لهما على الإطلاق. لا مصر تبني جدارا عازلا بينها وبين غزة، مصر لديها استحكامات على حدودها بنى فيها سور منذ عدة سنوات، ولا أما فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين وأشقائنا إلى مصر، هذا الأمر منذ البداية كانت الدولة المصرية على لسان رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من لفت النظر إلى قصة التهجير القصري، وقادت مصر مع أشقائها العرب حملة دولية كبيرة انتهت اليوم إلى أنه لا يوجد دولة في العالم عدا إسرائيل لا تدين مثل هذا التهجير. وبالتالي هذه الإنشاءات التي ذكر أنها تعد كمعسكر للاجئين هي في الحقيقة منطقة لوجستية لكي يتم ركن وإيواء الشاحنات شاحنات المساعدات بها. تعلم جيدا صديقي العزيز بأن معبر رفح في الأصل ليس معدا لعبور الشاحنات ومعد لعبور الأفراد. مصر قامت ببعض التعديلات عليه لكي يستوعب الشاحنات، لكن العدد المتوقع من الشاحنات العدد القائم الآن في مصر مئات من الشاحنات موجودة بطريقة يعني قد لا تكون مناسبة إطلاقا لتدفقها إلى غزة. وإذا ما تم اتفاق في وقت قريب فمن المطلوب أن ترتفع عدد الشاحنات تدخل من مصر. تمام. من بس المساحة مش مثيرة شوي للريب أو للشكوك، يعني تسمح للبعض بإطلاق مثل هذه التساؤلات عندما نتحدث عن 13 كيلومترا مربعا، عن بناء جدران بارتفاع 7 أمتار، عن سياج بطول 10 كيلومتر، عن إمكانية استيعاب هذه المنطقة 100,000 شخص. يعني البعض سيثير التساؤلات عن مثل هذه المساحات والأحجام لمجرد إدخال شاحنة مساعدات. حقيقة الأمر أن إثارة التساؤلات ليس هو الشيء الذي تتجنبه مصر أو تحاول أن تتفاداه عندما تقيم مشآت أو غيرها. الموقف السياسي لمصر هو موقف صارم فيما يخص أمور محددة
أولها التهجير القسري للفلسطينيين الذي وصفه الرئيس المصري بأنه تصفية للقضية الفلسطينية لن نسمح بها. الأمر الثاني هو الاعتداء أو الدخول أو تهديد الأمن القومي المصري والأراضي أو المصرية وخط أحمر تالي. الخط الثالث ومصر أيضا ذكرته أكثر من مرة هو تغيير ملحق الأمني لمعاهدة السلام المعدل فيما يتعلق بممر فيلادلفيا داخل أراضي غزة. وبالتالي هذه الأمور كلها هي التي تحكم الموقف المصري. أما فيما يتعلق بالشكوك فنحن لدينا الأقمار الصناعية لم تغادر السماء موجودة، فممكن أن يتابع من يريد إذا ما كان هناك إنشاءات تتم إنشاءها للواء أشقائنا الفلسطينيين أم أنها منطقة لوجستية. مصر ليست متهمة، الإعلام الإسرائيلي والمسؤولون الإسرائيليون لا يتوقفون منذ بداية هذه الأزمة، ونتيجة الموقف المصري الواضح من القضية ودعمهم للقضية الفلسطينية وللأشقاء الفلسطينيين لا يتوقفون عن إطلاق ما ذكرته سبق، واتهمت مصر حتى بتهريج السلاح من سيناء واتهمها بهذا بنيامين نتنياهو وبعض الوزراء مثل سوميتريش مؤخرا. وبالتالي يعني نظرا لموقع مصر الجغرافي، نظرا لموقفها الثابت من القضية الفلسطينية، سنسمع كثيرا من هذا. الفيصل بيننا وبين هذا هو أولا صور الأقمار الصناعية فليواصلوا رفض الحدود المصرية. الأمر الثاني فليسألوا كل الفصائل الفلسطينية من السلطة الفلسطينية إلى حماس إلى الجهاد إلى النضال الشعبي إلى الجبهة الشعبية إلى كتائب صلاح الدين، وليسألوا الشعب الفلسطيني هل مصر شريك في مثل هذه المؤامرة أم العكس تماما. لما لا تعتقد أستاذ دكتور ضياء إذا سمحت لي، يعني ونحن نشاهد صور الأقمار الصناعية على الهواء، ألا يجب باعتقادك من بعض الأجهزة المصرية المعنية أن تقدم ما ينفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، إن كان من خلال الأقمار الصور الصناعية أو من خلال الفيديوهات أو من خلال بعض الحقائق والأرقام إلى ما هنالك، يعني لكي تقطع الشك باليقين؟ في الحقيقة عدد من المسؤولين المصريين تحدثوا في هذا الأمر، وكان في مقدمتهم السيد محافظ محافظة شمال سيناء اللي هو المسؤول عن هذه المنطقة، وذكر بعض التفاصيل الفنية فيما يتعلق بهذه المنطقة اللوجستية. وأنا أدعو يعني القناة العربية إلى الذهاب إلى ويتذهب طبعا إلى رفح وتذهب إلى هذه المنطقة لكي تتفقد عبر مراسليها المحترمين في القاهرة أحوال الشاحنات وكيف أن هذه المنطقة تعدل الشاحنات. أظن أن التغطية على الأرض أفضل وأدق وأصح كثيرا من مجرد الأقمار الصناعية. الشيء السياسي الذي يجب التأكيد عليه أن مصر لا تتسامح ولن تتسامح في تصفية القضية الفلسطينية تهديرا قسريا أم طوعيا، وبالتأكيد لن تسمح بهذا بأن يتم عبر الأراضي المصرية، ولها من الوسائل وأعلنت هذا أكثر من مرة، لديها من الوسائل ما يمكنها من الدفاع عن أمنها القومي وأيضا عن عدم تصفية القضية الفلسطينية. شكرا جزيلا لك دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية من القاهرة، تحياتي إليك. أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوري على أن 26 دولة وهي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى هدنة إنسانية فورية تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن. دعت 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى هدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة. هذه الدول اتفقت على المطالبة بوقف إنساني فوري من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن وتوفير المساعدة الإنسانية. نتابع من التطورات الميدانية لحرب غزة، فقد أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن عدد قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع وصل إلى 29,092 شخصا منذ 7 أكتوبر. وفي بيان لها أشارت الوزارة إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات من جراء الهجمات التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، مضيفة أن عددا غير معروف من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات. بنشتري العلف تبع الحميره للدواب الله يعزه، وبنعجنه وريحته عاطله وبصيبنا مغص وبصيب الاولاد اسهال ونتق، وبيصحوا يصيحوا جعانين، من وين نجيب لهم اكل؟ من وين نجيب لهم شرب؟ يعني بالذره تاعت الدواب ونتفه طحين ابيض لقوها في الردم وعملناها بسوادها برملها بكل شيء بحصوها، طب ايش نخلنا على الفاضي؟ كله بقرش رمل. والله العظيم الولد الصغير بيحلم بالخبز، بقول لامه بدي رغيف اكله، والله صرنا نشوف الخبز بالحلم،
أنا راضي بالسعير، أنا راضي يجيبوا لي السعير، هاتوا لي السعير وأنا بدي أكله. الحق أطفالنا تعيش، تعيش بأمن، تعيش بسلام. حددوا لنا مكان آمن وإحنا بدنا نقعد فيه. لا في حليب ولا في خدمات. أنا ما بلاقيش قرش ولا حاجة أنام عليها، بنام على الرمل. المي اللي بنشربها ملوثة. مسؤولون إسرائيليون يلمحون إلى إمكانية تجنب عملية رفح العسكرية إذا ما أعادت حماس المحتجزين قبل حلول شهر رمضان، تلميح وصف بأنه أشبه بصفقة. يدور الحديث عن عملية عسكرية في رفح منذ أيام، لكن السؤال المهم هنا، هل فعلا إسرائيل جهزت لهذه العملية أم أنها عامل ضغط نفسي على حماس؟ ومع هذا إسرائيل وعلى لسان أكثر من مسؤول بدأت تلمح لعرض محتمل قد يجنبها خوض هذه العملية. الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس أعلن أن القوات الإسرائيلية ستوسع عملياتها العسكرية في رفح إذا لم تتم إعادة المحتجزين، قائلاً إذا لم يعد رهائننا إلى منازلهم بحلول شهر رمضان فإن القتال سيستمر حتى منطقة رفح. غانتس بدأ أكثر وضوحاً في تصريحه الذي كان أشبه بصفقة، وهي استسلام عناصر حماس والإفراج عن المحتجزين في مهلة أقصاها 20 يوماً، أي قبل حلول شهر رمضان، وإلا ستوسع إسرائيل عملياتها في رفح. وعن المدنيين يضيف غانتس أنهم سينسقون مع الأمريكيين والمصريين لتسهيل إجلاء المدنيين. بينه وبين الحدود المصرية 50 متر، وقالوا أكثر نقطة آمنة اللي هي رفح، جاي حين في رفح، الحين بده يدخل رفح، أبونا نروح احنا. التفاقم للمشكلة، اضطراب على سكان النازحين في قطاع غزة، رفح لا تتسع إلى 250 ألف إنسان، اليوم فيه أكثر من 1 مليون بني آدم في بقعة بسيطة. ورغم أن عملية رفح لا تزال تحت التجهيز والإعداد، إلا أن المدنيين بدأوا فعلاً في النزوح تحسباً لشن العملية في أي لحظة. رفح السعد، العربية. ونواصل ساعتنا من جلسات الاستماع لمرافعات حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 67. فقد شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال خطابه في محكمة العدل على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 67 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي دون قيد أو شرط. حان الوقت لإنهاء المعايير المزدوجة التي جعلت شعبنا قابعا تحت هذا الاستيطان لفترة طويلة. لابد من حل الدولتين دون استثناء، لابد من إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وفقا للقرارات الدولية. كما أكد وزير الخارجية الفلسطيني على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة بسبب عدم محاسبتها من قبل المجتمع الدولي. الإبادة التي تدور الآن في غزة هي نتيجة حالة من الحصانة وعدم التصرف تجاه إسرائيل. إسرائيل أعطت الفلسطينيين 3 خيارات، وهي إما التشريد أو الخضوع أو الموت. هذه الخيارات التي تسببت في الإبادة والتطهير العرقي، لكن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه. إسرائيل ما زالت تتصرف بهذه الحصانة وتقوم بالانتهاكات وضم الأراضي، وبذلك هي تتحدى قرار محكمة العدل الدولية باستمرار الإبادة في غزة. وغياب المحاسبة شجع إسرائيل على ارتكاب إبادة جماعية، ونتنياهو يحتفي بهذه الإبادة ومصادرة الأرض. في المقابل انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجلسات الجارية في محكمة العدل الدولية بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وقال في بيان له إن هذه الخطوة تهدف إلى الإضرار بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الوجودية بحسب تعبيره. وأضاف مكتب نتنياهو أن هذه النقاشات تأتي في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات، وأن إسرائيل ستواصل محاربتها ورفضها لمثل هذا التحرك. طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي تؤكد فيها دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن. وتشدد واشنطن في مشروع القرار على رفضها شن هجوم بري كبير على رفح في ظل الظروف الراهنة. نحن باقون معكم لنتابع أيضا بعد الفاصل. بسبب الحرب الدائرة في البلاد، برنامج الأغذية العالمي يؤكد معاناة 25 مليون سوداني من الجوع.
أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة قلقة من نشوب حرب إقليمية بالمنطقة إذا طال أمد الصراع في غزة. وفي مقابلة مع شبكة فرانس 24 أضاف وزير الخارجية السعودي أنه كلما طال أمد الصراع زاد خطر سوء التقدير والتصعيد. واعتبر الأمير فيصل بن فرحان أن إيران لا تريد حربا أوسع نطاقا. وزير الخارجية السعودي أكد أن اتفاق السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين أصبح قريبا وأن الرياض ستدعمه. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا إنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل، وذلك على خلفية تصريحاته التي شبه فيها الحرب الإسرائيلية على غزة بالإبادة الجماعية. أعتقد أن الأشياء التي قالها الرئيس لولا لا تليق بالأمة البرازيلية، وهي أمة مجيدة وفي الغالب لا تليق بالعلاقات الودية العميقة بين دولة البرازيل ودولة إسرائيل. لذلك أنا أطالبه بالتراجع عن كلامي والاعتذار، وحتى ذلك الحين فهو شخص غير مرغوب فيه في دولة إسرائيل. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 90 ميلا بحريا غرب مدينة جازان السعودية، إلى جانب آخر أو إلى جانب حادث آخر على بعد 60 ميلا بحريا شمال عاصمة جيبوتي. أعلنت جماعة الحوثي استهداف سفينتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان وكالتين أمنيتين بحريتين بريطانيتين عن تعرضهما لهجوم صاروخي قبالة السواحل اليمنية. وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين الخبر في بيان عن العملية، مضيفا أنها نفذت في خليج عدن وتمت بعدد من الصواريخ البحرية. بموازاة الهجمات الحوثية، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق العملية البحرية لحماية الملاحة في البحر الأحمر رسميا، حيث تهدف عملية الاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية المستمرة، وذلك بمشاركة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا واليونان والتي ستقود المهمة. ويتألف الأسطول من 3 فرقاطات مزودة بأنظمة دفاع جوي ووسائل الاستكشاف ودوريات المراقبة الجوية. القوة البحرية أسبيدس ذراع أوروبا الجديدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن تبدأ العمل والعين على مواجهة تهديدات الحوثي للسفن في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية. أسبيدس أولاً هي كلمة ذات أصل يوناني وتعني الدرع، وقد خصص للعملية نحو 8 ملايين يورو. تشارك في هذه القوة البحرية كل من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليونان وبلجيكا. الأسطول يتكون في انطلاقته من 3 فرقاطات فرنسية، إيطالية وألمانية، مزودة بأنظمة دفاع جوي ووسائل استكشاف ودوريات مراقبة جوية. الجانب الأوروبي أبلغ واشنطن ولندن بأن جيبوتي قد تكون نقطة الدعم اللوجستي لقوة أسبيدس. الهدف المعلن من الاتحاد الأوروبي هو تعزيز الردع في المنطقة وحماية السفن التجارية من هجمة الحوثيين. مصدر دبلوماسي أوروبي كشف في هذا السياق عن إبلاغ الحوثيين بأن قوة أسبيدس لن تنفذ عمليات في البر اليمني، لكنها ستستهدف أي مقذوف يصدر من الأراضي اليمنية. قوة أسبيدس الأوروبية الموجودة في البحر الأحمر ستعمل إلى جنب قوة حارس الازدهار التي أعلنت عنها واشنطن في ديسمبر الماضي، وتضم أيضاً 3 فرقاطات أمريكية، بريطانية وفرنسية. بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو للعربية أن المهمة الأوروبية بالبحر الأحمر ستكون عسكرية لكنها دفاعية. هذه هي العملية، هي عملية عسكرية، وبالتالي يعني ستكون فيها بعد الوصول، خلينا نقول الأسس البحرية من قبل الدول الأعضاء، سفن حربية مزودة بأسلحة لطبعا مكافحة أو مواجهة هذه الهجومات الصاروخية، ولكن هي دفاعية كما قلت.
ولا ننسى بأن تشارك أيضا هذه العملية ب يعني تأمين مرور البضايا والسلع الأساسية، سواء كان الغذاء أو الوقود أو حتى المساعدات الإنسانية في هذه المنطقة في باب المندب وأيضا المحيط الهندي. وحضرت في هذا السياق الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى من يعني التأثيرات المدمرة من هذه الهجمات الحوثية على اليمن نفسه وعلى الوضع المعيشي في اليمن. كما أضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو للعربية أن المهمة بالبحر الأحمر ليست مرتبطة بتحالف حارس الازدهار، وأن المهمة هدفها حماية السفن في البحر الأحمر. هذه المهمة العسكرية اللي هي كما قلت دفاعية، فليس لها علاقة بين هذه العملية وهذه المهمة وبين العمليات العسكرية الموجودة في هذه المنطقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أخرى. فبالتالي لن تستطيع هذه العملية أن تشارك بنفس الطريقة في مثلا يعني هذه العمليات العسكرية التي تقوم بها هذه العمليات وهذه المهمات الأخرى الموجودة في المنطقة، بما أنها دفاعية فستقوم بالدفاع عن هذه السفن من خلال الأسلحة الموجودة في هذه السفن. كشفت معلومات نشرها موقع العربية دوت نت عن ملابسات القرار التركي بإسقاط الجنسية عن القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود حسين. الأجهزة الأمنية التركية بحسب العربية دوت نت فتحت تحقيقا في ممارسات مخالفة للقانون تخص الإقامة والجنسية، ويوجد بين المعنيين بالتحقيق مرشد الإخوان بالإنابة. ضربة تركية جديدة لجماعة الإخوان، هذه المرة طالت أعلى هرم للجماعة محمود حسين القائمة بأعمال مرشد الإخوان والمقيمة في إسطنبول. السلطات التركية أصدرت قراراً بسحب الجنسية من محمود حسين وأبلغته بإبطال جواز سفره، لكنها لم تبرر سبب اتخاذ هذا القرار. معلومات العربية نت أشارت إلى أن السبب هو تحقيق فتحته الأجهزة الأمنية التركية، ويستهدف حتى الآن 46 قضية سحب جنسية لعناصر من الإخوان من جنسيات مصرية وسورية وغيرها. هؤلاء انخرطوا فيما يمكن تسميته بمافيا عقارات حصلوا بموجبها على الجنسية التركية. حسب معلومات العربية نت حصل القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود حسين على الجنسية العقارية كما تسمى، لكنه خالف القوانين التركية حيث باع العقار لمواطن أجنبي ليحصل على الجنسية التركية بالعقار نفسه. هذا الوضع فجر أزمة داخل جماعة الإخوان، لأنه يعني رحيل القائم بأعمال الجماعة إلى دولة أخرى، مع ما يعني ذلك أيضا من تعقيدات تطال ممتلكات الجماعة في تركيا وكوادرها. المعلومات تشير إلى بدء عدد من قيادات الإخوان بالفعل بمغادرة تركيا عقب زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى القاهرة للمرة الأولى منذ 11 سنة، وانتهت بتوقيع اتفاقيات ثنائية وتوجيه دعوة للرئيس السيسي لزيارة أنقرة في القريب المنظور. التقارب التركي المصري سبقته مباحثات ثنائية طلبت القاهرة خلالها أنقرة بإثبات حسن نيتها واتخاذ إجراءات ضد رموز الإخوان الذين ظلوا يستهدفون القيادة المصرية عبر قنوات إعلامية تبث من التراب التركي. تركيا استجابت خلال السنة الماضية وطلبت من إعلاميين مغادرة ترابها، كما رفضت منح الإقامة لأحد قيادي الإخوان وهو وجدي غنيم، وهي اليوم تستهدف رأس الجماعة محمود حسين شخصيا. هنا في تركيا معنا من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي طه عودي أوغلو، أهلا بك معنا أستاذ طه. ماذا تقول لك هذه المعلومات وأي إضافات لديك في يعني تفسيرها وتأويلها؟ تحياتي لك في البداية أستاذ طاهر وللسادة المشاهدين. يعني من دون شك كما تعلم منذ بداية التطبيع العلاقات التركية المصرية لاحظنا أن هناك خطوات، ولكن هذه الخطوات كانت بالتدريج من قبل السلطات التركية وخاصة المتعلقة بملف الإخوان. اليوم وبعد هذا القرار إلى حتى هذه اللحظة لم يصدر هناك أي تأكيد من جبهة إسطنبول التي ترأسها محمود حسين، وأيضا من السلطات التركية بالنفي أو أكيد حول هذا الخبر، على الرغم من انتشاره في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الساعات الأخيرة الماضية. لكن نستطيع أن نقول بأن هناك مرحلة جديدة فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الملف من قبل السلطات التركية، وخاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة قبل أيام والإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس السيسي إلى أنقرة في أبريل نيسان المقبل. يعني بالآخر الموضوع مش جنسية عقارية أو مش عقارية، الموضوع بالآخر موضوع سياسي، وأنه أنقرة اتخذت قرارا بحله خدمة لمصالحها مع القاهرة.
يعني كما أشرت لك يعني قبل قليل بأن هذه الخطوة كانت هي تدريجية، وهذا الملف كما تعلم أستاذ صاير هو ملف أمني بالدرجة الأولى، والسلطات التركية وخاصة الأمنية هنا في تركيا هي التي تتولى هذا الملف. بالمناسبة يعني هنا الحصول على الجنسية التركية قبل سنوات كان يمر بأربعة مراحل، والمرحلة الرابعة كانت هي تتولى المخابرات التركية. الآن تقريبا منذ عام أو أكثر حاليا المرحلة الأولى هو يمر عن طريق المخابرات التركية. لذا لاحظنا أن هناك تدقيق بشكل كبير على عدد كبير من الذين حصلوا على الجنسيات، إن كانت بطريقة استثنائية أو بطريقة الحصول على العقار. الحصول هنا على العقار في تركيا أن تدفع كان سابقا يعني تقريبا قبل عامين 250 ألف دولار وتحصل على الجنسية، ولا يباع هذا العقار لمدة 3 سنوات. ولكن هناك معلومات يعني حسب ما انتشر بأنه تم هناك عدد من يعني المصريين والسوريين وعدد من جنسيات أخرى بالتلاعب في هذه الخطوة، تحول الموضوع إلى بيزنس من منظار آخر. لكن أنا تصوري كما تفضلت أنا أعتقد هو الموضوع السياسي بالدرجة الأولى. هناك أعتقد تركيا هناك سياسة مختلفة انتهجتها خلال الفترة الأخيرة الماضية. هذه السياسة سياسة تصالحية، المصالح تتقدم قبل كل شيء. الرئيس التركي كما تعلم قبل تقريبا أقل من سنة كان هناك انتخابات برلمانية رئاسية تتذكر يعني تابعناها سويا هنا في إسطنبول. صحيح. وكانت حقيقة صعبة للغاية بالنسبة للرئيس رجب طيب أردوغان على الرغم من الفوز هناك. بعد فترة قليلة انتخابات محلية أيضا بالنسبة للحزب الحاكم هي يراهن عليها في حال يعني فاز حزب الشعب الجمهوري أقصد نعم. المعارضة أعتقد سوف تكون هي تذكرة العبور للفوز في انتخابات 2028. لذا أنا أتصور أعتقد أن هذه الرسالة أو هذا القرار هو يحمل عدة رسائل. الرسالة الأولى هي موجهة للسلطات المصرية وتؤكد بأنهم جادون في المضي قدما في تعزيز العلاقات والوصول إلى تطبيع كامل في العلاقات، خاصة بأن كما أشرت زيارة مرتقبة للرئيس السيسي في نيسان المقبل. الرسالة الأخرى وهي موجهة للإخوان وخاصة بأنها أن أصبح العمل السياسي داخل الأراضي التركية وضد النظام المصري هو أصبح من الصعب جدا، وهي أيضا لجهات أخرى. ممكن نتحدث غدا عن الموضوع السوريين والمعارضة السورية هنا داخل تركيا. هناك نقطة أخرى وهي متعلقة بالداخل التركي أو بحزب العدالة والتنمية. لاحظنا أن جبهة إسطنبول التي زعمها محمود حسين هو كان في الفترة الأخيرة يتقرب نوعا ما إلى حزب السعادة الإسلامي الذي أسسه أربكان، وهو يعتبر يعني الخصم أو الغريم السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان. ممكن أن تكون هي رسالة واضحة بأنه هو عندما تقدم أو اقترب من هذا الحزب هي كانت هي رسالة بأنهم الحزب الحاكم هو الذي يسيطر بشكل كبير على المشهد السياسي، وهي يعني أعطته هذه الرسالة بأنه من الصعب جدا يعني البقاء هنا في تركيا والعمل داخل تركيا، خاصة يعني في ظل التطورات التي حصلت على صعيد المصالحات التركية العربية. شكرا جزيلا لك طه عودي أوغلو الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول، تحياتي إليك. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الأزمة المستمرة في السودان تتسبب في نزوح آلاف الأسر إلى تشاد وجنوب السودان أسبوعيا، حيث يواجه ما لا يقل عن 25 مليون شخص تزايد الجوع وسوء التغذية. جينا بالباص لينا يومين في الشارع، جينا من هناك عشان الحرب، جينا نفتش مين الناس كنوا ونقعدوا قبل المدرسة مأكولات، دايرين ناكلوا دايرين نشربوا دايرين نقعدوا. نحن باقون معكم لنتابع أيضا بعد الفصل. بعد استعادة أفدييفكا روسيا تركز على جبهة أوكرانيا الجنوبية وتغرق زاباروجيا بنيران كثيفة.
أهلا بكم من جديد إلى الولايات المتحدة الآن والسباق الرئاسي، حيث المرشحون المستقلون في الانتخابات الأمريكية ربما هذه المرة سيكونون منافسين قادرين على تغيير ما في اللعبة الانتخابية، خاصة وأن استطلاعات الرأي تشير إلى عدم تفضيل الناخبين عودة المنافسة بين بايدن وترامب. ربما رئيس آخر هذه المرة يتجاوز التقسيمات التقليدية في الانتخابات الأمريكية ولا يحسب على الديمقراطيين أو الجمهوريين، فحماسة الأمريكيين لانتخاب أي من المتنافسين الأبرز ترامب وبايدن قد لا تكون كما كانت في السابق، وتحقيق ذلك في يد جمهور ثالث قد توصل أصواته مرشحا مستقلا إلى البيت الأبيض، وهي رغبة لم يعد يداريها الكثير من الناخبين الأمريكيين في استطلاعات الرأي. فأرقام الاستطلاعات لا تشير إلى حظوظ لبايدن ومنافسه ترامب، بل تؤكد أن نصف الناخبين غير راضين عن إعادة المشهد الانتخابي. وتعزز الاستطلاعات تلك توقعات المحللين الذين صرحوا بأن عدداً من أسموهم المفسدين يمكنهم أن يؤثروا على نتيجة انتخابات متقاربة عبر ترجيح كفة أي من المرشحين. جيل ستين واحدة من أبرز المرشحين المستقلين سبق لها أن أضرت بالآفاق الانتخابية لهيلاري كلينتون عام 2016، وقد تشكل فارقاً في هذه الانتخابات أيضاً. أما أكبر من يشكل تهديداً من المستقلين هو كينيدي جونيور، خاصة وأن خطابه يلقى قبولاً لدى الناخبين الشباب. خطابات كينيدي تلقى صدى الآن لدى الناخبين الشباب لدرجة أنه يتقدم على بايدن وترامب ضمن هذه الفئة. لم ينتخب الأمريكيون رئيساً مستقلاً منذ جورج واشنطن في العام 1789، لكن اللحظة تلك قد يكون تحقيقها وارداً في الانتخابات الرئاسية هذه المرة في ظل ميل الناخبين إلى مرشح ثالث. أفاد الجيش الأوكراني اليوم بإطلاق نيران كثيفة من قبل القوات الروسية قرب مدينة واقعة في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، والتي استعيدت خلال الهجوم المضاد الذي شنته كييف في الصيف. وذكرت وكالات أنباء روسية رسمية نقلا عن وزارة الدفاع أن القوات الروسية استولت بشكل كامل على مصنع أفدييفكا للكيماويات، وبالتالي سيطرة كاملة حصلت على المدينة بعد انسحاب آخر المقاتلين الأوكرانيين. في أحياء هذه المدينة دارت أشرس المعارك في أوكرانيا. هنا أفدييفكا، أو كما يقال بوابة دونيتسك الصناعية، لكنها نازعت بالقتال 9 شهور إلى أن رفعت قوات موسكو علمها بين الأنقاض، نصر لروسيا ومرارة لأوكرانيا. لم تكن أفدييفكا محور هجوم فحسب، بل كانت رمزاً للمقاومة منذ عام 2014 حينما انتزعتها أوكرانيا، وها هي الآن تنسحب منها وتعول على استرجاعها عبر المناورة من الخطوط الدفاعية، وبالطبع عودة الدعم العسكري الغربي بقوة قبل أن تسقط بقية المناطق توالياً. إذن أصبحت تحت سيطرة الروس بعد تكلفة انتهت بدفعة نصر على معظم الأصعدة ميدانياً وحتى معنوياً مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لعمليتها العسكرية، وكذلك الانتخابات الرئاسية التي ينتظرها بوتين. وباستيلاء روسيا على أفدييفكا سيقطع خط إمداد القوات الأوكرانية في الشرق بشكل كامل، وقد تكون فوليدار سهلة المنال بالهجوم المباشر عليها، بل وسيتاح لموسكو إحكام قبضتها في جنوب وشرق أوكرانيا وضمان تأمين خطوط إمداد لوجستية للجيش، وفعلاً كثفت هجماتها في الشرق تمهيداً لمرحلة ما بعد أفدييفكا.
وهكذا سقطت هذه المدينة بمصنعها الأكبر في أوكرانيا للكيماويات في قبضة الروس، علما بأن أوروبا تعتبره أحد أكبر مصانع فحم الكوك والذي يعود تاريخه إلى الحقبة السوفيتية. وبالسيطرة عليه أعلنت روسيا سحق آخر جيب للمقاومة، ليصبح سيناريو تحصن الأوكرانيين في المصانع رواية للروس. سقط أزوفستال، والآن أفدييفكا، وغدا ربما مصنع آخر. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيجتمع مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون لمناقشة مشروع قانون تمويل حرب أوكرانيا ضد روسيا الذي يعارضه الرئيس السابق دونالد ترامب، مضيفا أن الجمهوريين يرتكبون خطأ كبيرا في عدم دعم المزيد من المساعدات لأوكرانيا. دعت الصين الولايات المتحدة للتوقف عن المضايقات بحق الطلاب الصينيين. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الأمن العام الصيني بنظيره الأمريكي في فيينا بحسب وسائل إعلام صينية. وزعمت بكين مرارا أن مواطنين صينيين يحملون وثائق سفر صالحة قد تعرضوا لاستجواب وصفته بالعدائي في المطارات الأمريكية. كما دعا المسؤول الصيني واشنطن إلى إزالة بلاده من لائحة الدول الرئيسة لعبور المخدرات أو إنتاجها. كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن الهجمات الإلكترونية الصينية على البنية التحتية الأمريكية أصبحت واسعة النطاق، مؤكدا في كلمة له خلال مؤتمر ميونخ للأمن أن كيانات مدعومة من بكين تضع مسبقا برمجيات خبيثة يمكن تشغيلها في أي لحظة لتعطيل البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة. كان في العناوين: الجيش الإسرائيلي يهاجم مخازن أسلحة لحزب الله في الغازي جنوب لبنان ويعتبرها ردا على هجوم طبرية. بوري يعلن أن 26 دولة في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة. الحوثيون يعلنون مهاجمة سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، وغارة أمريكية بريطانية تستهدف الحوثيين غرب اليمن. في الانتخابات الأمريكية مرشحون مستقلون يهددون بقلب الموازين منعا لتكرار سيناريو ترامب بايدن. العربية دوت نت دائما للمزيد من الأخبار والملفات، والزميلة سهام بن زموش تلقاكم بعد قليل في الساعة الثالثة من نشرات العالم الليلة عبر العربية، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معها. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.